يا مرحبا فيكم متابعينا، حاليا متواجدين في متجر مليساس في شارع بديع مقابل بنك البحرين والكويت. فكرة المكان متميزة عن باقي الأماكن لأنه يجمع بين المخبز والمقهى والمطعم والملحمة. طبعا المتجر مفتوح من الصبح من الساعة 7 الصبح إلى 11 في الليل، ويقدمون وجبة الفطور والغداء والعشاء. اللي يميز المكان ان منتجاتهم مستورده من جنوب افريقيا، ويمكنهم الوحيدين اللي في البحرين اللي فكرتهم نفس الفكره. وهذه قسم من الاقسام في متجر مليساس، محمصه القهوه. طبعا كل حلوياتهم واخبوزاتهم تنخبز في المتجر نفسه. يلا كان ميليسا سووا لهم موضة جديدة وهبة جديدة حق كيكات رمضان، كراميل تريت من نستلة. هذه البينات بتر عندهم بدون سكر ولا ملح، وياي من جنوب افريقيا وسعره جدا كويس. عقب الجيم تحتاج الى وجبة خفيفة من البروتينات، طبعا هذه بالشوكولات وهذه بالستروبري. راح اوريكم كم نسبة البروتين اللي فيه. طبعا الحين بندش الملحمة وبنشوفهم من داخل. طبعا يفرمون اللحم. This is now after we mince it, the spice is inside, it's already pre-mixed, so this is ready for making production. Waiting to our specific weights. We have different weights. We have 185 gram, and we also have 100 gram burger. Right. This will be our mix-up. Now we're performing the burgers with our normal patties that we use in the box. جهاز البرجر. Ta-da. الشيف عارف ان انا احب تويتر والسوشيال ميديا، سوى لي هاشتاج. افتر راسي وانا في هالمتجر، حتى البهارات والصوصات والكاتشب والمايونيز ينباع عندهم مني في المتجر.
خذ اللحم، خذ الصوصات اللي تحبها، خذ الحطب، وخذ أدوات الشواي، وعليك مليون عافية.